نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعا بمناسبة الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة. تركزت المناقشة على تحديد الصلة بين الرعاية الصحية الأولية والأولويات الإقليمية للاستشهاد بها في إعداد خارطة طريق لتنفيذ أهم الركائز الاستراتيجية والتشغيلية المبينة في الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية. منظمة الصحة العالمية لديها تواجد عالمي في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، ولديها مكاتب قطرية تقدم من خلالها الدعم الفني لوزارات الصحة بصفة يومية، كما أن لمنظمة الصحة العالمية حضور وتواجد في أكثر الأماكن صعوبة مثل أفغانستان والصومال وأوكرانيا وفي معظم دول العالم. خلال هذه المؤتمر الصحفي، لقد نوه دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية بأهمية عمل الشركاء معا، بأهمية العمل عبر القطاعات نحو تغطية صحية شاملة. كما نوه أيضا المدير الإقليمي إلى أهمية ودور العمل مع الرعاية وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وقد أيضا أشاد بالنظم الصحية التي تسعى نحو تغطية صحية شاملة. أهم التوصيات حتكون هي الدول كلها عنا نحن ب 2018 التزمت بمعاهدة أستانا يلي هي التغطية الصحية الشاملة، وكمان نحن كمنطقة الإقليم شرق المتوسط كان في إعلان صلالة بمسقط بعمان، كمان الدول التزمت. بقى نحن بنتأمل بعد هذا الاجتماع هذا الأسبوع أنه يكون في التزام بالتطبيق بالسير قدما لتطبيق كل هذه التوصيات.